مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، شكرا لزملائي على التواصل. وها هي انطلاقة جديدة من انطلاقات التحدي، من انطلاقات الإثارة، من انطلاقات أشواط هذا الصباح المميز الجميل. وشوطنا هنا المنطلق بهذه اللحظات. هنا بهذا الانطلاق المميز الجميل شوطنا هنا الحادي عشر في مجموعة الأشواط الخاصة بالحجايج البكاري، هنا في هذا الأداء المميز الجميل. الصدارة زعفرانة على الصدارة وعلى المركز الأول راشد بن سيف بن ريو المنصوري، من تنطلق على الصدارة وعلى المركز الأول لبقى لمحمد بن علي بن حفشة الكتبي على المركز الثاني، وفي المركز الثالث فخر محمد بن أحمد بن حسن بالثيمة العامري المنطلقة. وتأتينا هنا في هذه الانطلاقة هلال محمد بن صالح بن حمد بن قبعان المري بأداء مميز وجميل. هناك تأتي الظفر عبيد بن سلطان بن عبيد بن مرخان لقتبي على المركز الخامس، وفي المركز السادس ناصية مانع بن يمع بن خميس الغويص السويدي، والوصول من بحور سعيد بن راشد بن حمد بن غدير لكتبي المنطلقة على المركز السابع، وفي المركز الثامن تأتي العاصفة سالم بن سعيد بن محمد الجربوعي المري، والوصول من قبل شعاع عتيق بن محمد بن حمد بن قريع المري، والمركز العاشر حشيمة أحمد بن علي بن محمد بن واس لكتبي المنطلقة على المركز العاشر. هذه هي نتائجنا للمراكز العشرة الأولى، دعناها على حضراتكم. نعود إلى صدارة، إلى زعفران المسيطرة على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول راشد بن سيف بن ريو المنصوري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول والصدارة. هلا في المركز الثاني لمحمد بن صالح بن حمد بن قبعان المري على المركز الثاني، وفي المركز الثالث لبقى لمحمد بن علي بن حفشة لقتبي على المركز الثالث، وفي المركز الرابع هنا الظفر عبيد بن سلطان بن عبيد بن مرخان لقتبي، وهناك شعاع عتيق بن محمد بن حمد بن قريع المري، والوصول هنا من الشاهد فرج بن حمد بن علي بن رايه المري المنطلقة بهذا الأداء. الوصول من بحور سعيد بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي، وهنا القادمة الشاهينية مرزوق بن سالم بن سالمين المنصوري قادمة بكل قوة بهذا الأداء المميز. وعاشرا تأتينا العاصفة سالم بن سعيد بن محمد الجربوعي المري، وبعود إلى صدارة، إلى زعفران المسلمين المسيطرة على زمام الأمور، المسيطرة على الصدارة وعلى المركز الأول بشعار بو حمد، هنا الملكية لراشد بن سيف بن ريو المنصوري المسيطرة على زمام الأمور هو على الصدارة وعلى المركز الأول. والعصاقوس بهذا الأداء المميز انطلقت، ما شاء الله انطلقت زعفرانة بالفوز وبالناموس، وبتهدي السلام لأهالي الوثبة على هذا الأداء المميز الجميل في هذا الانطلاق الجميل والتحدي. تهانينا من هذه اللحظات هنا لراشد بن سيف بن ريو المنصوري على فوز زعفرانة بالمركز الأول وانطلاقتها المميزة الجميلة. وشكرا يا بن عفصان على هذا الأداء المميز الجميل لزعفرانة، ما هي إلا لحظات وتصل إلى خط النهاية معلنة الفوز ومعلنة الناموس. المركز الثاني أتتنا هلا محمد بن صالح بن حمد بن قبعان المر، بينما المركز الثالث أتتنا هنا دملة لمحمد بن ثاني بن قطامي السويدي، وهناك شاهينية مرزوق بن سالم بن سالمين المنصوري، وفي المركز الخامس بحور سعيد بن راشد بن حمد بن غدير لكتبي على المركز الخامس. هذه هي النتائج للمراكز الأولى، ونعود مع زعفرانة وأظن الضحى تهتي.
هي زعفرانة هنا مع مخرجنا أيضا أبو عدنان. نتابع هذا الأداء المميز الجميل والتوقيت الزمني الذي سجل تحت أقدام زعفرانة. تهانينا والناموس هنا أيضا على هذا الأداء. 4:24 سبعا من الأجزاء من الثانية، ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء الجميل. زعفرانة راشد بن سيب بن ريو المنصوري، تهانينا والناموس وشكرا يا هادف يا بن عفصان على هذا الأداء المميز الجميل الذي قدمته زعفرانة بالفوز وبالناموس. المركز الثاني هلا لمحمد بن صالح بن حمد بن قبعان المري ب4:28 ثلاثا من الأجزاء من الثانية توقيتها الزمني. أما المركز الثالث فكان مشاهدينا ومتابعينا الكرام مع أيضا صاحبة المركز الثالث هنا أيضا دملة لسيد محمد بن ثاني بن قطام السويدي، قاطع المسافة 4:30 خمسا من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا لجميع الفائزين.